نعمل في المجال البيئي كناشطين فقط منذ أكثر من 7 سنوات تقريباً. كفريق تطوعي أسسنا صار لنا أقل السنة تقريباً. اشتغلنا بعدة مواضيع مع عدة منظمات دولية، وبالإضافة إلى نشاطاتنا الفردية التطوعية عملنا على إنشاء وتصميم تطبيق الأول من نوعه في العراق، وتطبيق بيئتنا، تطبيق اسمه تطبيق بيئتنا، موجود على سوق بلاي وآب ستور. التطبيق يتكلم عن القوانين والقرامات العراقية والدولية، المشاكل والأزمات الدولية أيضا، عن المواضيع التغير المناخي بشكل خاص. التطبيق حاز على رخصة من شركة جوجل. أخذنا نسخة من الماب حتى نحدد المواقع التمر الصحي، مواقع التلوثات، وأيضا المواقع الغير ملوثة، وأيضا مواقع التصحر. حاليا عندنا وقعنا مذكرة تفاهم مع محافظة صلاح الدين، مديرية البلديات، حتى يكون اكو تفاهم وعمل مع بعض لإعطائهم تطبيقنا كمصدر موثوق يستطيعون الاعتماد عليه لإيجاد المناطق الملوثة، وأيضا التعرف على مناطق التمر الصحي، لأنها كانت عندهم مشكلة. فحلينا لهم إياها احنا عن طريق توفير هاي التطبيق بشكل مجاني لهم وبشكل مجاني للمستخدم. أيضا عملنا على المواضيع الاجتماعية اللي هي تتكلم عن الموضوع العلاقة بين التماسك الاجتماعي والتغير المناخي. عملنا عدة جلسات تدريبية لتغيير السياسات والاستراتيجيات داخل المؤسسات الحكومية في قضاء الشرقاط، مؤسسات الحكومية لصناع الغار. طبعا كان قصص نجاح، وهذا البازار هو اللي اليوم اللي احنا حاضرين فيه، هو البازار لدعم المنتجات المحلية اللي تعتمد على الزراعة الحديثة وعدم استخدام أي مبيدات كيميائية أو مواد ضارة للصحة الإنسان، عبارة عن مواد طبيعية 100%. احنا فريق سعاف لحماية الإنسان والبيئة، سوينا هذا المهرجان على مود ندعم الصناعة المحلية، ندعم الصناعة المحلية والاكتفاء الذاتي، ونوعي الناس على مود تكون لهم فكرة شلون يحافظون على البيئة مالتهم، شلون نحافظ على الزراعة، ندعم نفسنا ذاتيا. طبعا احنا عرضنا كذا منتوج، منها الخضروات والمبيدات، مبيدات طبعا حتى تدعم البيئة، والمربى مثلا مربى المحلية، والعسل، وبعض الحبوب. لا، ماكو أي دعم، ونتمنى أنه نحصل دعم على مود يكبر مشروعنا وتصل الفكرة اللي احنا به. اليوم الشباب هاي الأبطال، فريق سعاف التطوعي، هم فريق تطوعي بيئي من صلاح الدين بقضاء الشرقاط، أول فريق تطوعي بيئي بهذا القضاء أو بالمحافظة عامة. اليوم هذا البازار قدامكم، مسوين عرض فاكهة وخضرة وأشياء كلها طبيعية، ويصدرون بعض الأشياء، وبالأيام الجاية إن شاء الله هم عندهم مهرجان أكبر وأحلى. فننتظر جيدكم وزيارتكم ودعم هاي الشباب الأبطال، ويطالبون الحكومة بدعم ولو بسيط شوية، يعني ما يريدون أي أشياء شخصية، فقط عامة تخص هاي الفريق والبيئة، وهم كل شغلهم للبيئة والإنسان فقط، لا أكثر ولا أقل. أقام اليوم فريق سعاف البيئي بازار لدعم المنتجات المحلية المواكبة لموضوع التغير المناخي وموضوع البيئة. نحاول دعم الفلاحين في قضية التغير المناخي، ونحاول نركز على المنتجات الأقل تلوثاً.
احنا تشكل الفريق من قبل ناشطين بيئيين قبل اقل من سنه. عملنا على انتاج اول تطبيق بيئي مختص بمجال البيئه على مستوى العراق. انتجنا اول تطبيق على مستوى العراق، يهدف هذا التطبيق الى تسليط الضوء على اخر الاخبار البيئيه وتسليط الضوء على القوانين البيئيه وتحديد مناطق التلوث بكل انحاء العراق وفق خرائط جوجل، تحديد مناطق التلوث ومناطق الاكثر استدامه بيئيه. ممكن التعرف على درجة الحرارة، درجة الرطوبة بكل مناطق العراق. عرضنا التطبيق على دوائر حكومية وبيناتنا مذكرات تفاهم، لكن أي دعم ما موجود. نحاول من خلال هذا التطبيق رفض الحكومة بالمعلومات البيئية، وإنه نساعدهم مجال عملنا إنه يطورون من شغلهم. ونطالب المحافظة بتسليط الضوء على هذه النشاطات الحديثة، كون موضوع التغير المناخي هو موضوع عالمي وكل الدول تعمل على التغير المناخي، لكن احنا بالعراق بسبب الظروف بسبب السياسات قلة تسليط الضوء على هذه المواضيع، وهي مواضيع مهمة، مواضيع عالمية. من خلال التعاون الحكومي نقدر نصنع فارق من خلال موضوع التغير المناخي. ونتمنى من الناشطين، سواء ناشطين مدنيين او باي مجال، انه يسلطون الضوء على هذا الموضوع. وموضوع التغير المناخي موضوع كبير وعالمي، لكن للاسف الحكومات ما جايه تدعم هذا الموضوع، انه نطالبهم بتوفير الدعم. نقدر نساعدهم تطوعيا، كون احنا فريق تطوعي نقدر دعم بسيط، بس انه يركزون على هذا الموضوع وحاضرين بكل التفاصيل.